مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع عين مصر، معكم محمود حسن صحفي الموقع من محافظة سوهاج. احنا دلوقتي مع حالة انسانية، ام يوسف عندها 4 اطفال، 3 اطفال منهم في المدارس اولى ورابعة وخمسة ابتدائي. يمكن الطفلة اللي زي اللي قدام حضراتكم دي بتعاني من ثقب من في القلب منذ ولادتها وحتى الان. طبعا الحالة زي ما حضراتكم شايفين تستحق النظر من الجهات المختصة. خلينا نسمع الحكاية كاملة على لسان أم يوسف، هي هتحكي لنا قصتها وإيه المحتاجة بالظبط. أهلا بك يا أم يوسف. كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا الطفلة ده، هي سنة رابعة ابتدائي، اسمها شهد كرم محمد. والدة بالثقب في القلب وما تعاني بيه لغاية الآن، وعاوزين يعني بس حتى مساعدة يعرشوا لنا المنزل ده، هو من النضرة ما اتبهدلنا في الشتاء اللي فات، برضو نقلنا حاجاتنا وحوايجنا عند الجيران، وعاوزين يعرشوا لنا المطرح ده هو ويساعدونا هالخير، ويجيبوا لنا حتى غسالة للعيال، معناش غسالة، وبتوع الخير برضو يساعدونا، وهم عارفين الحالة قدامهم والظروف بتاعتنا، واحنا يلا معناش غير معاش تكافل وكرامة، معناخده 550، ما مكفيش برضو المصاريف المدارس والدروس، والعيال زي ما شايفينه جزء. يوسف، الحالة المادية اللي انتوا فيها والظروف اللي انتوا الحالة فيها، ربنا المادية يساعدكم. البداية دي كانت معاكي من امتى؟ يعني من بعد ما اتزوجتي ولا وزوجك شغال ايه، والظروف بتاعتكم نظامها ايه؟ زوجي شغال رزاقي بالطورية، يوم يعني تبع الرزق، يوم سارح وعشرة له، والمصاريف برضو عرقوا علينا، والعيال 4 عيال برضو، وأنا وهو 6 أفراد، بس عاوزين مساعدة يعني، والحكاية يعني والظروف يعني ما مساعداش العيال ده، هي مقضيش يعني سرح المسرح أبوهم، ما مقضياش الأطفال، ولا مقضياش المصاريف ولا الدروس. ومعايا برضو الطفل على بطن، هو كان برضو زي موضوع أخته كده، والد بيه وبس يعني، أي والد والد أي والد برضو بالثقب زي أخته برضو، كل تلات ده، وكل 3 شهور معمل له برضو إشاعة، عند ما يحولني الدكتور سامح بتاع الأطفال على جمعية الشرعية بتاعت طمه، معملها يعني معملها لي مجانا، بس ده هي معملها لها بالغالي، الكبيرة معملها بالغالي، طبعا لازم متابعة عشان انت بتقولي اي متابعة على طول. اي وكل 6 أشهر ما عملها، نطمن عليهم، بس اللي عند البت اور عن اللي عند الواد، بس الحمد لله انه ما محتاجش عملية ولا حاجة، بس قاعد لغاية دلوقتي، هي سنة 4 وقاعد معاها لغاية دلوقتي، هو لسه ما بدنا نشوف يعني اخرته ايه، هيسد ولا نعملها ولا تعوز عملية. متابعينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد من خلال موقع عين مصر. يمكن بنرصد لحضراتكم على عدسة تلفزيون عين مصر حالة إنسانية، حالة أم يوسف زي ما حضراتكم شايفين. المنزل بالفعل محتاج للسقف قبل البرد ونزول الشتاء. يمكن حضراتكم بتشوفوا في الشتاء والأمطار بتكون عاملة إزاي، وخاصة هنا في محافظات الصعيد. البيت بالفعل محتاج لتهيئة كاملة. نرصد لحضراتكم ونرصد للجهات المختصة لوضع البيت، شوف عامل ازاي السقف، هل هينفع في الشتاء ده ولا لا، ومع نزول الامطار. يمكن الباب زي ما حضراتكم شايفين، والبيت منظر البيت والسكن الزوجي لأم يوسف وزوجها وأطفالها زي ما حضراتكم شايفين. أم يوسف بتعاني من حالة مادية صعبة، عندها 4 أطفال زي ما حضراتكم شايفين، أولى ابتدائي وفي الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي. أم يوسف بتقول إنها بتقبض القبض بتاع برنامج تكافل وكرامة، يمكن أكتر من 500 جنيه، 550 ما يزيدش عن كده. وطبعا في ظل الظروف والأزمة الاقتصادية اللي بيعاني بيها العالم كله بيعاني من أزمة اقتصادية، مش مصر بس، ولكن هنحاول نشيل بعض. بنرصد للجهات المختصة، ديوان محافظ سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعي، يعني تحاول تساعدها إضافة للبرنامج أو الفيزا تكافل الكرامة اللي هي بتقبضها 550 جنيه ل4 أطفال. طبعا يمكن في مدارس وفي ملابس وفي
الشتاء داخل على منظر البيت ده اللي حضراتكم شايفينه، يعني يمكن محتاج سقف بالفعل، يعني السقف ده مش هينفع في الشتاء. بنناشد وبنرصد لحياة كريمة، حياة كريمة طبعا مش بتتأخر على حد، وخاصة المؤسسة هنا موجودة في محافظة سوهاج. أم يوسف احكي لي بقى ايه المطلوب بالظبط دلوقتي، اللي هو قبل دخول فصل الشتاء؟ يمكن فصل الشتاء انت بتقولي سقف، اكيد في عي محتاجة بطاطين. انت بتقولي ان انا ما عنديش اصلا سرير، يمكن انت لا عندنا بتقولي انت سرير. بتناموا هنا، يعني الاسرة جميعا بتناموا على الارض، ما فيش سرير ولا دولاب اصلا ولا تقريبا غسالة. يعني لا انت ما بتحكي عندناش معايا في حاجة. الكواليس انك انت ما عندكش اصلا مقومات الادمية اللي هي بتعيش اي اسرة داخل المنزل. لا احنا معناش شي غسالة ولا معناش سرير يعني، ومعناش غير الدولاب اللي شايفه ده، وخلقنا حاطينه جوا على المعلاق يعني. ما معناش يعني ان هي الحاجات اللي هي يعني هي متكاملة في البيت اللي هي تعيش اللي الأسرة في تعيش البيت. اللي تعيش الأسرة أنا يعني. شايف البيت بالطوب اللوك والطوب الأبيض بسيط، يعني عايشين فيه من إمتى البيت ده؟ عايشة فيه مدة 3 سنين، من 3 سنين من على ثلاث هذا سنين الحال، على الحال الحال غير. ما فيش حاجة غير، ما هو الرجل على باب الله ما هش حاجة، واحنا يلا اللي جاي يلا نكفي المصاريف العيال والحل الغالي ده، هو هنقضي منين يعني مصاريف مدارس ولا مصاريف أكل وشرب ولا نشحن الكرت، عداد المية بالكرت وعداد النور بالكرت يعني يعني انا شايفك يا ام يوسف انسانه ست مصريه جدعه، بتحاول تساعد زوجها أيوة. وعايشه وراضيه. انا حاسك يعني لا عندك لا أيوة الحمد حاله لله. مرغبه برضو أي على الموضوع اللي احنا لا بنقوله، بس ولكن محتاجين بالفعل مناشده لا واستدعاء للجهات المختصه، الجهات المختصه، ديوان محافظ سوهاج، مديريه التضامن، مؤسسه حياه كريمه هنا في محافظ سوهاج. لا لا الحمد لله انا جوزه كويس يعني، راجل غلبان وكده، هو واقفه معاه يعني عشان خاطر هو فقير وكده، هو هقول هات هات هات، احنا ماشيين على ماشي كدنا، على كدك يا ام ماشيين يوسف. على كدينا، ما سواء في الاكل سواء في والشرب في الاكل سواء الملبس. في الملبس في كل حاجه يعني، ماشيين على كدنا، ما مع نقدرش نطلع الراجل ونقول له هات هات بالحيل ونعمل، عارفين الظروف وحدها، عارفين الظروف وحده والعيله راضيه. هو برضه تقريبا انت بتقولي ارزقه، بيحاول هو يشتغل ارزق هو يحول يوميا الرجل ما بيقولش لا، لا ولا جات يوميا الراجل ما يقولش بيطلع. لا، ما اي مطرح ما يروحه والله. هو شغال حاليا حاليا ان هذا شغال والله بني عمار بني عمار ده ضحكه غرب بعيدة تجيب جدا. لي هو واخدها مواصلات يعني، هيجيبها وياخديها، بس برضه الحمد لله عشان العيله دي محتاجه وعاوزه. نحنا كل يوم يوميا 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 مصاريف بس مدارس بس شندوشتات وفلوس ياخدوها معاهم 40 جنيه، والكل يا غير والكل حاسب الحسبة دي، وعنده عيال في اي المدارس وعنده بس ناس في برضه ناس بتتكلف. يعني في ناس برضه مع محتاجاش وفي ناس محتاجه، بس احنا ما نمشي على ظروف الحمد لله يعني. بس شايفة ازاي يا ام يوسف دور الجمعيات الخيرية والمؤسسات الموجودة اللي هي بتساعد الناس؟ هل يعني حد تواصل معاكي قبل كده، او خلال ال3 سنين لما جيت البيت هنا ساعدوك ازاي، او ساعدوكوا مرة وما سألوش تاني لا يعني؟ انا كنت بالصدفه كده، هو انا الاول ما كانش ما عندك عندي ميه، كنت ما اجيب ميه من الجامع اللي جارنا ده، هو كنت على مسافة تقريبا كيلو. اي يعني يطلع كيلو، وانا رايحه طحطه كنت ساحبه قرض، ساحبه قرض 5000 كنت عشان خاطر عداد الكهرباء ده، سحبت له قرض دخلنا عشان احنا واخدينه بلا كهرباء، ودخلنا راحت قابلتني واحده كده، هو مع كل ما تعرفيش حد يساعدني في عداد الميه، راحت قالت لي ساعدك، كان اسمها الابله ساره برضه الله يبارك لها مطرح ما وفعلها بالخير، برضه دخلت لي ميه، دخلت له ميه برضه الوليه ده يعني جد كده دخلت، عندك مرفق العداد الكهرباء اي والمية. جد دخلت له ميه ميه، وقالت لها اللي عاوزاه قولي لي، قلت لها عاوزين حنفيتين وعاوزين حوض، عملت لنا برضه، ومعانا برضه جمعيه الاستاذ ايمن هنا جاف شطوره في الصعيد، معي برضه كل ما تجي حاجة الراجل ما يفتكرنا، بحتة كرتونة بكيس بأي حاجة ما يفتكرنا برضه الراجل يشكر، والناس قولي لي كلها يا ميسي بتمشي يومك ازاي في رمضان والمواسم زي دي؟ يا في رمضان ما عاد تفرج الناس كثيرة، ما عاد تدينا الزكاة ورمضان أصلا شهر كريم، وما عاد تفرج أصلا وحده فيه، ربنا كريم. أي مع الناس ما عاد تدي الزكاة وما عاد تدي الشغل، ومعنا ومع نصوم، والحمد لله إنه شهر كريم وشهر خير، ما عاد تفرج وحده ما يعدي بس، واللبس ده هو مع ناس كتير ما تتبرع باللبس، مع في ناس كتير ما ترن على تقول لي تعالي روح المحل كذا ولقي لعيالك اللي عاوزاه، والناس تدفع لنا.
بعد الخير يعني ناس كتير يعني ما استعدنا برضه في اللبس العيد ولبس كده اهو المدارس. انا لبس المدارس السنه دي والله واحده رنت عليها معارفها قالت لي روحي محل كذا وخد اللي عاوزاه هناك ربنا يجزيها خير. ومعارفها والله لغايه الان معارفها. ورحت برضه العيله خدوا جابوا شنط وجابوا مناطيل جينز وجابوا سنادل وجابوا كوشتات والله العظيم كده. يلا تشكر يعني برضه الناس معارفه الظروف وعارفه الحاله بتاعتنا برضه ان برضه ان احنا غلابه ومعناش حاجه يوسف وكده. عندك فكره عن الخلفه الكتير بتسبب انها تكون سبب في انها تكون الظروف على الكد شويه ولا لا؟ هي والله الخلفه الكتير ايام الماشيين فيها ده هي غلط. اللهم ازد عن 2 أو 3 بالكتير كفايه. بس هو اراد ربنا الحمد لله بالاربع عيال دول الحمد لله في احسن حال ان شاء الله. امين يا رب. الله يخليك ويبارك لك يا رب. متابعينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في لايف جديد وتغطيه جديده من داخل منزل احد البسطاء ام يوسف. ست مصريه اصيله بتحاول تساعد جوزها وبتحاول تتكلم وبتحاول ترصد حالتها الانسانيه اللي هي موجوده فيها. زي ما حضراتكم شايفين المنزل محتاج بالفعل لسقف سقف يعني زي ما حضراتكم معمول بالجريد واعراش الجريد وده مش هينفع في فصل الشتاء. أم يوسف عندها 4 أطفال منهم 3 في المدارس الصف الأول والرابع والخامس يمكن الكل منها الصف الطفل الصغير زي حضراتكم أمامكم ده بيعاني من سقف القلب منذ ولادته. وأيضا البنت الموجودة برضو أمام حضراتكم برضو سقف القلب ولكن هي بتحاول تروح المدرسة وتتم عمليات التعليمية. نفسها بتقول نفسي أطلع دكتورة من بيت بسيط. متابعينا الكرام شكرا لطيب المتابعة. كنت معكم من هنا محافظ سوهاج محمود حسن. إلى اللقاء.